أدت جموع المصلين صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة الزرقاء. المصلون أكدوا على أهمية الأضحية والنحر في هذه الأيام شكرا لله على نعمة الحياة، واستذكر المصلون شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، داعين الله أن يرحمهم وأن يتغمدهم بواسع رحمته ليبقى الأردن سدا منيعا ضد فئة الظلام البائسة. في صبيحة هذا اليوم المبارك، أول أيام عيد الأضحى المبارك، بداية نهني أمتنا العربية وأمتنا الإسلامية وأيضا قيادتنا ومجتمعنا الأردني الطيب في أيام عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يكون عيد خير على جميع المسلمين وعلى جميع العرب، وأيضا لابد أن نستذكر أرواح الشهداء اللي قدموا أرواحهم دفاع عن الأردن الكبير. فهذا يوم النحر ويوم الأضحى، فيه تضحى الضحايا من أجل الله تبارك وتعالى، وفيها ترق الدماء من أجل الله عز وجل، وفيها ذكرى نبي الله إبراهيم وخليله إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، حتى يعيش المسلم دائما التضحية ويقدم الشيء الذي يرضي الله تبارك وتعالى ويؤخر محبة نفسه.